وأنا بنص البحر. شفت هذا الشيء العجيب، ولما قربت منه أكثر وأكثر طلع قفص مليان أسماك. طبعا كان معايا سكين وبدأت أقطع بهذا القفص، وهذا الشيء اللي كان داخل القفص، هذه الشاقة الكبيرة معها الأسماك هذه. وقعدت أحاول أقطع بهذا القفص الحديد تقريبا أكثر من ربع ساعة، وأنا قاعد أحاول أقطع في هذا القفص. باين من منظر الحديد وهو مصدي أن القفص له فترة مرة طويلة متروك وصار مقبرة لهذا الأسماك. وبعد أكثر من 15 دقيقة قدرت أن الحمد لله أطلع الشاقة والأسماك اللي كانوا جوه هذا القفص، لكن للأسف بعضها كان ميت، بعضهم طلعوا من القفص بإصابة أو إصابات. الحمد لله أن ربي سخرني وجيت إلين هذا المكان بالصدفة، طبعا المحظور فيه الصيد، وطلعته. البحر الأحمر اللي يعتبر من أهم بحار العالم لأسباب مرة كثير، وأهمها أن هذا البحر يربط ما بين ثلاثة قارات جدا مهمة: آسيا وإفريقيا وأوروبا. وطبعا هذا الشيء مخلي البحر الأحمر معبر أساسي ومهم جدا للسفن التجارية الضخمة. البحر الأحمر مليان كنوز تحت البحر ما تلقاها بغيره، سواء أسماك أو دلافين أو حتى سلاحف، مناظر ممكن ما تشوفها في بحر ثاني كذا مجتمعة مع بعض. في البحر الأحمر إمكانيات جدا ضخمة تفوق على كثير من الأماكن اللي موجودة حول العالم. وعلى قد ما إن البحر الأحمر غني بالحياة البحرية والتنوع اللي فيه، إلا إنه مليان غموض وآثار، بعضها ظاهر بعضها تحت البحر. طبعا هذا الشيء مخلي البحر الأحمر متحف مفتوح سواء على الساحل أو حتى بالأعماق. نادر جدا أنك تجد في مكان واحد شعاب مرجانية بالإضافة إلى حطام بحري أثري. تم اكتشاف حتى الآن ما يقارب أكثر من 50 سفينة غارقة في البحر الأحمر. يا أهلا وسهلا يا جماعة الخير، حلقة جديدة وفلوق جديد من سلسلة استكشاف سفن البحر الأحمر. إن شاء الله اليوم طلعتنا غير، حيكون فيها شخصيات إن شاء الله جدا مهمة، حننزل مع بعض وحنستكشف البحر الأحمر بشكل مرة مختلف المرة هذه. يلا. طبعا اليوم يا جماعة الخير رحلتنا مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه وأفضل الغواصين في السعودية. طبعا أحلى شيء بالموضوع يا جماعة الخير إنه واحدة من أهم مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر إنها تنظم السياحة الساحلية بالسعودية بالبحر الأحمر عشان نمارس كل أنشطتنا البحرية في البحر بشكل منظم وأسهل. فصراحة جدا متحمس إن نطلع طلعة هذه مع الهيئة. يلا. طبعا الطلعة كانت رحلة استكشافية للبحر الأحمر، ولا تعتبر رحلة عمل ولا أي شيء. المهم جانا اليخت وكل واحد رتب أغراضه، تأكدنا من المعدات اللي عندنا وانطلقنا. اليوم جماعة الخير بنستكشف سفينة لها قصة مرة يعني طويلة وغريبة في نفس الوقت، والحين حنروح نستكشفها مع بعض. متحمس. يلا. ايش هذا؟ في شيء هنا شايفه؟ هذا ايش؟ شكله مرة غريب، زعانفة من فوق غريبة، ما كأنه دلفين عادي. شيء عجيب يا جماعة الخير، يشبه البايلوت ويل والله. كثيرين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا، يا انه بايلوت ويل يا انه ريسز دولفين يا انه شيء اول مرة اشوفه صراحة. على حد علمي لما الدلافين يطلعوا ذيلهم كذا على فوق بسببين، يا انه بيبرد على نفسه بالهواء اللي موجود، يا انها تكون انثى وما تبغى تتزاوج، فبهذه الطريقة كأنها ترفض التزاوج. المهم بننزل دحين وبنشوف ايش هذا بالضبط. نزلنا وكانوا مرة خجولين، وكانوا فعلا دلافين من نوع الريسوز. هذا نوع من أنواع الدلافين وموجود طبعا في البحر الأحمر، لكن أنا أول مرة أشوفه. وزي ما تشايفين كانوا مرة خجولين، وكل ما نقرب يبعدوا أكثر وأكثر وأكثر، كانوا مرة كثيرين. يو هذا
من أحلى أنواع الدلافين يا جماعة الخير. أتوقع ثاني أو ثالث أنواع دلافين أغطس معاه هنا في البحر الأحمر. غطست قبل كذا هنا في البحر الأحمر مع السبينر دولفين والبتل نوز دولفين والآن الريسوس دولفين. أول مرة أشوفه، سبحان الله شكله عجيب كذا، تحس وجه بني آدم، ما عنده فم كذا زي الدلافين. شيء عجيب يا جماعة الخير، سبحان الله. المهم دحين بنروح وبنستكشف الشيء العجيب اللي في البحر اليوم. يلا من باب السلامة، الكابتن القدير عبد الله بغدادي أعطانا نبذة عن المكان لأنه أول مرة نروحه، هو أخبر واحد فينا. وبعد كذا كل أحد قام يلبس ملابس الغوص ويلبس معداته ويجهز أغراضه عشان ننزل ونستكشف المجهول اللي في البحر الأحمر. وهنا جاءت اللحظة المنتظرة، طبعا الحماس كل شوي قاعد يزيد لأن المكان جديد علينا وبنفس الوقت مليان أشياء عجيبة. أول ما نزلنا قابلنا هذا المنظر العجيب، جزء من السفينة، وشوفوا كمية الغموض اللي موجود في هذا المكان. تحس ودك تدخل هذه الفتحة ولكن مليون حاجز رغم أنها مفتوحة قدامك. هذا حجم السفينة مقارنة بحجمنا إحنا، شيء ضخم وعجيب. سفينة زي هذه وارد انها تكون لفة العالم لف، وكان لها هيبة طبعا، لين ما صارت عبارة عن متحف هنا في البحر الأحمر. وطبعا لأن السفن هذه مصنوعة من حديد، والحديد طبعا مادة عضوية، فيقدر ان المرجان ينمو عليها، وعاد جاء السمك وسكن هذا المرجان وصار حرفيا متحف تحت البحر. طبعا هذه السفينة ممكن تكون سفينة شحن، ممكن تكون سفينة نقل ركاب، إلى الآن ما تم تحديد تاريخ هذه السفينة. وطبعا لا ننسى أنه أكبر ميناء موجود في البحر الأحمر بكل الدول المطلة عليه هو ميناء جدة الإسلامي، فوارد جدا أنك تلقى جميع أنواع السفن في البحر الأحمر السعودي. طبعا هذه قوارب النجاة اللي أكيد استخدموها الناس وقت الحادث. وهنا الشيء العجيب في هذا الحادث، شوف السفينة هذه قديش كبرها، وداخلة فيها من الجنب سفينة ثانية. ما ندري الحادث هذا كيف صار، كيف الاثنين اجتمعوا في نفس هذا المكان، شيء عجيب وإلى الآن ما حد عنده الجواب. شيء عجيب، حرفيا متحف تحت البحر. هذا منظر الحادث من زاوية ثانية، عاد ما أدري هم الاثنين صدموا في بعض ولا الاثنين صدموا بنفس الشعاب المرجانية وصدموا تحت في بعض، ما أعرف صراحة. إلى الآن ما حد عنده الجواب، ولا عنده أي رأي أو أي أحد عنده أي تفسير لهذا الشيء يكتبه تحت بالتعليقات. عاد أكيد كانت هذه السفينة في يوم من الأيام هيبة في البحر وتحولت اليوم لبيت لهذه الأسماك، وغرفها صارت مليانة غموض. حاولنا ندور أي مدخل مناسب على أساس ندخل ونستكشف السفينة من داخل، حتى لو من تحت السفينة. طبعا قاع السفينة على 30 متر تقريبا، لين لقينا هذه الغرفة الصغيرة وقربنا منها أكثر وأكثر لين قررنا ندخلها. وبكذا ننتهي من استكشاف واحدة من أحلى حطام السفن اللي نزلتها بحياتي، والأحلى من هذا كله إنها في البحر الأحمر. ورجعنا ثاني للبوت. زي ما شفتوا السفينة اللي تحت شفناها واحدة كذا جاية، والثانية داخلة فيها من هنا، فشيء عجيب. المهم يا جماعة الخير لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ولسه باقي الفيديو ما خلص. يلا أول ما مشينا من المنطقة هذه لقينا دلافين للمرة الثانية بنفس الطلعة، نوع ثاني من أنواع الدلافين بنفس اليوم، يعني شيء خرافي يا جماعة الخير. وما قدرت إني ما أنزل معهم. أول ما نزلت انفجعت من عددهم صراحة، ما توقعت قد كذا. ولفتني هذا الدلفين كذا واقف
أول مرة شوف دلفين واقف بالطريقة هذه طالع كذا سبحان الله. أنا وهو متأملين في بعض. طبعا لازم ناخذ أحلى سلفي مع الدلفين هذه. طبعا هذا من نوع البتل نوز دولفين. أول مرة في حياتي أقرب من الدلفين بالشكل هذا بالقرب هذا، شيء عجيب سبحان الله. بعكس الدلفين اللي كانوا في بداية المقطع مرة كيف كانوا خجولين وراحوا وشردوا، ولا تصورنا معهم بالقرب هذا. فرصة أنك تشوف دلفين بالبحر الأحمر مرة كبيرة، لكن إذا جاء يوم ونزلت مع الدلفين حاول أنك ما تقرب منهم بزيادة. إذا هم جو كانوا بها، لو ما جو لا تطاردهم لأنه يعتبر مضايق لهم. في نهاية هذا المقطع لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في مقطع ثاني قريب.